هلا يا مرحبا ترحي بيت نرضي بها الضيفانة وحنا ندرك الغايات والضيفانة نرضيها يا فالح لا إله إلا الله الواحد رفيع الشان بعد مومت بك الدنيا على ما طالت يديها الكلب قا والله يعينك والكريم معانا وانا ما استغرب علوم الجمال عند راعيها الدنيا لها ركنين انا الاول من الاركان لا واني طحت طاحت كلها عن بكرة فيها نقول لا عليكم زود يا ضيفانا العتبانا وهذه كلمة وحده وبينها لخافيها تسور مقبرة عادي لكن تكثر البيبان ليا كثرت بيبان المقابر وش نسميها على لحن الرباب لو تجر الصوت يا مشعان تراني يمكن اطرب مع ربابتك ولا غنيها قبور المسلمين اللي يعرف حدودها الدفانة وانا عرف الصلاة اللي على الأموات صليها تقوله وانت يا فالح لا راضي ولا زعلان تجر الصوت وانهبت هباي بنات لحيها فسد الوجه يا فالح لا جيب الطيب والكفانة ووقفتك الكريمة لن كتب ربي لنرثيها ما دامت تبغي له دخان والكمبود له دخان
نفرق في الصفات ولا نفرق بين اساميها. علومك عودت مثل علوم الطرق يا سهران، يضيع بعضها ويرجع اولها لتاليها. يا فالح قد سمعت بشطر بيت الشاعر الهذلان، أركبها على قمة جبل وتهز رجليا. ولد غنام بالمضمون والبرهان، لعلك ما تموت الا وتعرف وش معانيها. لو انت اللي مركب هالجبل بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، يا بيظهر حياها ما عليها ما يغطيها.